من العجل المسليل ليالي اي اف ام بيا زردي على اي اف ام احلى راديو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، اهلا بكم على موجات راديو اي اف ام احلى راديو. عيدكم مبروك الناس الكل اللي التحقوا بينا. سهرتنا بدات من العاشره متواصله حتى النص الليل. الجزء الثاني ضيفنا هو الشيخ خميس المهجري، باش نحكيو على ليله العيد، على اجواء العيد، على التحضيرات للعيد، على بركه ليله العيد، وبرشا برشا مواضيع اخرى. خليكم معنا، خليكم على موجاتنا، واهلا وسهلا بالناس الكل معنا. معنا الشيخ خميس المجي على الخط. اهلا وسهلا شيخنا. اهلا بك بيا، واهلا بكل المستمعين الاحباب الكرام. مرحبا بك سيدي، نورتنا. منور يا سيدي، عيدك مبروك. منورين بكم جميعا، وعيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم، وكتبنا الله برحمته من عتقائه من النار. امين يا رب العالمين، امين يا رب، يتقبل ان شاء الله دعاك شيخ. شيخ، لو كان مثلا المفتي قال نهار السبت العيد تصوم غدوه ولا ما تصومش؟ لا، هو ما يقولش، انا المفتي نعرفه صديق ليا وراجل مالكي، والمالكية يرون بوحدة المطالعي، بمعنى باش نقولها باللغة الدارجة التونسية، أنه إذا كان اثنين من المسلمين الثقات يراوا الهلال في بلاد من أي بلاد المسلمين في العالم، المسلمين في العالم الكل يتوحدوا على تلك الرؤية. وحدة المطالع، وحدة المطالع تلزم الأمة كلها بتلك الرؤية في أي بلاد من العالم، في أي بلاد، كما في تونس، كما في السعودية، كما في أي بلاد، كما في أستراليا، كما في الولايات المتحدة الأمريكية. واضح. هذا الملك، وهو قالها السيد المفتي، قالها العمل بالمذهب المالكي بوحدة المطالع، وهذا قالها في مقدمة وتوطئة القول بأن غدا هو الفاتح من شوال. وأنا أعرف المفتي وهو صديق لي، وتشرف بالصدق، فهو لا يقول بذلك، وإن قال لما أقول لا يقول بذلك، لأنه مالكي، ومذهب المالكية يرون بوحدة المطالع. وأنا علمت، لأن غدا هو العيد، لأن قيس سعيد عيد علينا وهو في جامعة زيتون وقال عيدكم مبارك. علمت أنا غدا في العيد، يعني ما أنت المعلومة وصلت للرئيس قبلنا احنا. لا، أنا علمت أن العيد غدا، عيد أنا صعيد، واضح عرفنا اللي العيد، اللي العيد غدوة. ما أنت احنا لو كان مثلا هنتيتي قال الشيخ الهنتيتي، تعرفوا شيخ؟ نعرفوا. شوف، أنا مالكي. أنا مالكي من غير أي شيخ، ومن غير أي مفتي، ومن غير أي رئيس. أنا إذا كان أي دولة في العالم الإسلامي قالت بأن غدوة العيد، أنا مش نعيد. واضح؟ واضح واضح. ما أنت كما قال هذاك، إيش حبيت نقول لك؟ كما قال الشيخ الهتاتي، قال الصواب كان نراو الهلال لازم نفطروا، حتى كان المفتي قال صوموا. حتى إذا كان قال صوموا، وأنا هذا من شبابي يا مدام بيا. هذا من شبابي أنا نعمل به، وهذا مذهب مالك. بيشي غدوة إن شاء الله العيد، معناتها احنا وهذا الشيء نفرح به. الشيء الذي فرحنا أن كي نتوحدوا على وحدة الرؤية، هذا الشيء يزيد فرحنا ولله الحمد.
ولله الحمد. تو كي نشريو شيخه حوايج جدد ونعطيو المهبة ونعطيو ونشريو الحلو ونتزاورو، هذا الكل معناتها عادي شيخه؟ معناتها في ديننا معناتها هذا اللي يلزم يصير؟ اكيد هذا شيء من الفرحه، والرسول عليه السلام قال الصائم والعيد لازم فيه فرح، وقد أظهر المسلمون من قبل الفرح، وكان الجوار يعني البلاد الصغار يظهروا الفرح، وكان الجواري أي الجواري الصغار يعني بنات صغار. شنو الجواري؟ جواري بنات صغار، ما فهمتك الشيخ. بنات صغار يعني بنات صغار، البنات صغار كانوا يظهر فرح وكانوا ياخذوا يعني يظهرون الفرح بال البنات الصغار. البنات الصغار وكانوا يغنوا، والكبار زيدا ولا ليه؟ والبنات الكبار اللي يقدم ليه؟ النساء والرجال كانوا يلبسوا. اما انا مانيش جاري يا شيخ. انت ديما تدخل في روحك في الحكايه هذه. ليه جواري قلت لي يا شيخ؟ لا هو اسمع، اظهار الفرح باللبس الجديد وبالتكبير. شوف ما إن ينتهي الصوم حتى نظهر الفرح بالتكبير، وهذه سنة مجهولة ومجهورة، أو مهجورة عفوا، مجهولة ومهجورة. قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. من ليلة أصل من المغرب ونحن يزلنا نبدو نكبروا، والتكبير هذه سنة مجهولة ومهجورة، وصيغتها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. المفروض المسلمون يخرجون في الأسواق وخارج المساجد وفي الشوارع يظهرون هذا الشعار، وهذا من السنة، وهذا دلت عليه الأخبار بل كتاب الله، وهذا ما كنت أقوله. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكروا. ولا ينسى كذلك المسلم يا مدام أن المسلم كذلك لا ينسى الصيام بعد رمضان. من تبع رمضان بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. ما أنت شيخ بعد رمضان ما أنت نكمل نسيمه في أيامات، أيامات معدودات في الأسبوع، مش الأسبوع الكل مثلا نعرفه، الاثنين الخميس. لا خلينا عفوا خلينا نكمل الفرح. فالمسلم يظهر من الفرح بالعيد هذا التكبير، وكذلك يخرج يوم العيد بلباس جديد بلباس جديد، ويخرجون إلى المصلى بلباس جديد، ويجتمع المسلمون كله. شنو المصلى؟ هو المكان الواسع في ملعب ولا في على البحر، على البحر مكان يجمع الناس كل أبناء الحي الكل، والنساء والرجال والكبار والنافسة والحيض، يعني الناس الممنوعين من الدخول إلى المسجد يجتمعون كلهم ويصلون ويتصافحون ويحيون بعضهم وينتفعون بالدعاء. كيفاش يتلموا النساء والرجال وكل يصافحوا بعضهم ويعاودوا بعضهم؟ الاختلاط مش مثالش معناها؟ لا لا طبعا، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء يعني. فهمتك. طبعا النساء مع النساء والرجال مع الرجال يعني. واضح. ويتبعون بالدعاء
انت تدعون الناس كلهم كلهم بالدعاء الجامع. فهذا المقصود، لأن المصلى يجمع أكثر من المسجد. ولذلك المصلى يجتمع فيه المسلمون في صلاة العيدين، وكذلك في صلاة الاستسقاء الذي يسخر منه اليوم. ولذلك سخر الناس البعض حاشات المسخوطين، المسخوطون سخروا من صلاة الاستسقاء، فمنع الله منا القطر حتى لا قدر الله. الآن الهوايش، الهوايش والبقر والغنم لن يجدوا ما يشربوا. نسأل الله العافية. عندما قالت مسخوطة راه صلاة الاستسقاء كيفاش هي مسخرة ولا شعوذة شعوذة. البقر الآن ما مش مش يلقاو باش مش يشربوا. خلي عاد ما نشفش نخطو على فلفل وطماطم، دعي عنك البطيخ والدلاعة. المطبوطين هذوما اللي يظهروا في الإعلام اللي بوجوه الشؤم هؤلاء. نرجع خلينا نرجع ليلة عيد شيخ، عاد ليلة عيد. مش كنت أنا ما قلتش الحقيقة، أنا تو ما قلتش الحقيقة. شو أنا كذبت؟ مو انتم تقولون الشيوخ تقولوا راهو يلزم معناتها معناتها يعني نتخالفوا، اما نتخالفوا هكا بلطف ونجاوبوا بلطف ونقنعوا بلطف وكها. مسخوطة ومنخوطة وما وجوه الشؤم ومش ياسر علينا. مسخوطة هذه، مسخوطة هذه قالت كلام يغضب عادي، جابت لنا سخط للبلاد. يا لطيف ولطف يا رب، ان شاء الله لاباس. هكا 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 صابت الشتاء وتبارك الله، معناه لاباس الحمد لله. جابت الشتاء، تشوف الناس، شفت شوف المسؤولين على الفلاحه ايش قاعدين يقولوا. يا بيا يا بيا، يعني ايش تغضبوا من حق؟ علاش لا تحبون الناصحين؟ علاش لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا يا شيخ؟ الأكبر هذا هو اللي ربي كاتبه لنا من معناتها من حتى حد معناها. علاش يجيبوا الناس اللي يقولوا ما يغضب ربي، بعد تقولوا لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا؟ اللهم هكذا تضربون كتاب الله بعضها ببعض؟ لا حاشا وكلا، لا ما نضربش كتاب الله. باه قولي شيخ، بالليل التوضيح في البدايه اول ما بديت نحكي معاك قلت لي كلام معناتها شويه انا شخصيا صدمني، واكيد فما برشا باش يفهموه بالغلط. لو كان ممكن توضيح شيخ، قلت يخرجنا بنات، البنات مزينين لابسين لبسه جديده، الجواري اش قصدت بالضبط شيخ؟ البنات الصغار يا بيا. ايوه البنات الصغار يضربنا بالدف ويغنين، وقد منع أبو بكر الصديق رضي الله عنه البنات الصغار بشذب وبالدف يوم العيد فنهاهن، فرخص الرسول عليه السلام فقال إنه يوم عيد، فسمح الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفرحن يوم عيد. الرسول سمعته يوم عيد قالوا أبا بكر يا أبا بكر يوم عيد، خليهم يضربون بالدف ويغنين، فهذا يوم عيد لا بأس. معنا في الأفراح في الأعياد مسموح أن نرقص ونضرب الدف ونزغرت وكل مسموح بين النساء فيما بينهن، فيما بينهن لا بأس، مش مع الرجال وبين النساء. لكن ما أنت الجواري شقصت بها شيخ؟ بنات صغار، بنات صغار. هما الجواري. اي هذا المقصود، بنات صغار فيما بينهن لا بأس وبين النساء لا بأس. باهي. اذا هذه مظاهر فرحة، مظاهر فرح بين بمعنى اللباس، بمعنى ضرب الدف، بمعنى الاغاني. فهذا كله لبس الجديد، الاجتماع في المصلى، هذه مظاهر الفرح.
بالعبادة، بالإتمام النعمة، بأصوات ذكر الله عز وجل. هذه المظاهر، هذا مسموح به، هذا الذي يجب أن يفرح به، لقوله تعالى: قل فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو خير مما يجمعون. قل فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي نعم. شيخ، فما تصريحات بعض الشيوخ اللي صدمت العبيد الحقيقة المدة هذه، فاجأتهم، ما نقولش صدمت، مع الشيء يصدمنا هو، ولكن فاجأتنا. الشيخ حمودة قال اللي الرجل ما دام بي تسمع فيه، أنا نسمع فيك واضح. حاجة أخرى عايشك ما دام بي، ثم ناس ربما مازالوا ما خرجوش زكاة الفطر، لأنه ربما كانوا تصوروا العيب شي يكون نهار السبت. ننصحكم يا ناس اللي تسمعوا في عيشكم، أنه آخر وقت باش تخرجوا زكاة راهو قبل زكاة الفطر، راهو قبل صلاة العيد. يعيشكم ما عادش برشا وقت. ما أنت توا. إي خرجوا قبل صلاة العيد. إذا كان باش تخرجوها بعد صلاة العيد، راهي ما عادش تولي زكاة الفطر، راهي تولي صدقة. تولي صدقة كما الصدقات. حتى وكان يعني نويتها حتى كان نوينا زكاة، معناتها وقت اللي نصدق نقول هذه الزكاة وأنا وخرت، وإلا الله غالب معناتها تكاسلت، وإلا ولو نويتها يلزم تخرج قبل صلاة العيد. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يلزم تخرج قبل صلاة العيد. فأنا نحسكم يلي تسمعوا في عيشكم، وقولوا للناس اللي ما سمعونيش، خذوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وإلا تصير صدقة من الصدقات. وزيد زكاة راهي ماهيش فلوس، راهي طعام وتوزن زوز كيلو ونص، خرج على الرأس زوز كيلو ونص كسكسي أو زوز كيلو مقارونة. وي مش نهزوهم يا شيخ الزوز كيلو كسكسي ومقارونة. أنا خرجت طعام، خرجت كسكسي، خرجت مقارونة، وخرجت شربة شعير. يرحم والديك. وولدي باش تمشي المجازة وتشريهم وتحطهم قدام المحتاج، تعطيهم له، وبتنحيله بارشة شقاء وتعب. والرسول قال طعام. ما كانش فلوس. وفي عهد الرسول فهم فلوس ومعطاهم فلوس. ويزنكم تفرقوا بين الفلوس وبين فما زكاة مال وفما زكاة طعام. فما زكاة المال فين موجودة زكاة المال؟ مذكورة في القرآن؟ ايه، زكاة المال شيء وزكاة الطعام شيء. هذه زكاة طعام. لحظة بالله سمحني يا شيخ، خليني نفهم معناتها من غير ما تتشنج، بالله وسع بالك معايا شوية كاو. نحب نفهم احنا طول، انا شخصيا طول عمري نعرف اللي الزكاة فلوس، فلوس مال، وتحددت قديش بالضبط يلزمني نزكي، وشروط الزكاة. هذا مذكور في القرآن، زكاة المال مذكورة في القرآن ولا لا؟ كيفاش معناتها، كيفاش معناتها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عكس ما جاء في القرآن، يقول الطعام؟ يا بي شوف، زكاة الفطر ذكرها، جاءت في صحيح البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله زكاة الفطر طعام. فرض، وهي فريضة. والفريضة لا يجتهد فيها، فريضة. والفريضة لا يجتهد فيها، والفريضة تفرض بالكتاب كما تفرض بالسنة. والفريضة لا يجتهد فيها. وفرض رسول الله زكاة الفطر. واضح. خلنا نواصل عايشك يا بي. بي وبي فانا مذهب شيخ ساعة وضح لنا.
هذا مش مدى بعد قلت لك مدى هذا الدين هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دين الإسلام احنا معناتها كيف نقول لك احنا تربينا على الزكاة فلوس يا شيخ ما هيش ماكلة معناتها انا اليوم تقول لي ماكلة بمعناتها معناتها اللي نعرفوه الكل تبدل في لحظة تو الدين مش اللي تربينا الدين قال الله قال رسول الله قال الله وانا اش قلت لك قال الله في كتاب الله وشنو الموجود في كتاب الله يا بي يحكي لي اخويا قال لي كنا نحن نخرجوها قمح وشعير باهي كنا نخرجوها قمح وشعير وانا نحكي لك اللي احنا كنا نخرجوها فلوس يا بي عليه صدقت خوك وانا ما تصدقنيش قال الله وقال الرسول تقول نحن تربينا انا اقول لا معناتها الرسول يقول عكس ما جاء في كتاب الله يا بي نقول قال الله وقال الرسول تقول نحن تربينا ها قلت لي خويا قال لي كنا نصدقوا عليك على منطقك انت انا على منطقك انت قال الله وقال الرسول مش معنا ما قال اباؤنا لا قال الله وقال الرسول فرض اي خطكم تعدوا للصفحه هذه باه فما برشا نتعدوا باه قول يا بي عايش اسمع خلي يكون حوارنا شويه راقي باهي اذا ما معنى شويه راقي انا في بالي راقي انا نحكي على شنو نحكي واحنا تو نحكيوا على الزكاه ونحب نحب نستفسر نحب نفهم يا شيخ ايه حوارنا راقي لا انا مخرجش على الرقي ذولي في حدود راقي. المعقول في اللباقة واللياقة والرقي اسمع يا راقي قلت لك يعني ما خرجتوش خرج زكاة ردوا بالكم قبل الصلاة باي نرجع لسؤالك يا باي نرجع لسؤالي الشيخ حمودة قال تصريحا ماذا بيا انا نعرف رايك فيه هل صحيح ولا مش صحيح ما انتم شيوخ جاوبوا بعضكم مش نعملوا الشيخ احنا قعدنا بيناتكم احنا كلمه زعم بيا لا تفضل شكون عطاها الشيخ هذا والله ما نعرفش تو كان انت طلبت مواجهه مع الشيخ حمود ان شاء الله هو قابلها المواجهه ان شاء الله بعد العيد عطاها الشيخ هذا أنت مش مستعرف بيهم الكل حتى الشيخ الهنتيتي مكش مستعرف بي كان معه شكون هذا طه مشيخ ما نعرفش والله تسألوه هو الحقيقة السؤال هذي مسألنيش أنا تبحث أنت يلزمك تبحث توا الشيخ خميس المازري عنده دكتوراه من جامعة الزيتون هذا شكون عطاه مشيخ جامعة الزيتون حسب ما نعرفين ما فماش منها يا بي تتأكد ما فماش كيفاش نتأكد وترى تو انت كي قلت لي حاجة انا كيفاش نتأكد مثلا اللي قلتوا لي انت صحيح انت او يزمك مش كيجيب شخص وتقول شيء يزمك انت الاعلام بصفة عامة مش انا راو الاعلام بصفة عامة يزمه يتأكد انت بش الناس ما سمح لي باش نقولها بين قوسين الناس باش تحترمك باش تحترمك تحترم الدقيق وتحترم تحترم بحثك ان باش تقول بيا راهي مصداقيتها والله يا شيخ حمودة راه موجود قبل ما انا حتى نرجع للاعلام يا شيخ خميس الماجري وهو يتعدى في البلاتوات الكل علاش ما اعترفتش انت وقلت هذا يزمو يثبت اللي هو شيخ علاش تقولي لي انا توا تحكي لي انا على احترام معناتها انت قلت لي انا دكتور قلت لك بالله عايشك هات ما يثبت لا انا معروف اللي انا خديت الدكتوراه وظاهر حتى هو معروف اللي هو شيخ يا شيخ هو معروف باش بالبلاتوات جابوه هاك تحضر في البلاتوات يا شيخ حتى انت زيد لا انا معروف جبت الدكتوراه وجبت شهيد وجبت السادة في الجامعة وظهرت للسادة في الجامعة وتكلم الدكتور رضا البخاري اللي انا خبيت شهادة الدكتوراه ملاحظ مشرف جدا باهي توا كي نحكي على شيخ حمودة نقول لك السيد حمودة بخير هكا يرضيك جاري حمود ولا جاري حمود في خمس سيخات بي
أنا مش نقول شيخ نحشم الحقيقة، أنا مش نقول شيخ حمودة، قال اللي يقول كلام حلو، اللي يقول كلام حلو والمرت وهو صايم يقول لها نحبك مثلا يتسمى فاطر. ما أنت هذا فيك، هذا فيك، هذا فيك. هذا الرسول عليه السلام كان يقبل زوجته وهو صائم، يقبل هي يقبل زوجته وهو صائم. مين العلم عنده هذا؟ مين هذا؟ هذا فيخ، هذا فيخ، فيخ ما فيخات، هذا هذا جاهل. هذا قال للميسة، قال ما تماش حجاب في الإسلام. أي قال الحجاب بما هوش فرض، وفي القرآن قال مش فرض. أي والحجاب موجود في سورة الأحزاب. هذا جاهل، هذا جاهل، هذا هذا طلعته باطلة، هذا زوجته حرام عليه للدرجة هذه يا شيخة. جاهل، زوجته حرام عليه، جاهل وزوجته حرام عليه، مش برشا يا شيخة. هذا مين حتى حد يصلي وراه؟ يا لطيف يا شيخ. اي هذا عنكر آية موجودة في القرآن. أنكر آية موجودة في القرآن، هذا كذب الله. ربي يقول ثم حجاب، يقول لا ما ثماش. يا ربي أنت ما تعرفش، أنا نعرف. هذا كذب الله. هذا جماعة اللي صلوا وراه لازم يخرجوا. هذا ما يلزمش يخليه، وإذا كان يخليه وزير الدين أنا أقول وزير الدين يجب يتنحى. بيه شيخ إيقاف الأخيرة دوا نحكي فيها رواح كيفيه؟ هل زوجته تطلق منه؟ زوجته تطلق منه؟ أي نعم. يعني الفقهاء في الدين وناس كل ما انت تتناقش شيخ، ما مش الدرجة هذا يكذب في ربي. ربي قال ثم حجاب في القرآن، وهو قال ما ثماش حجاب. هذا يكذب في ربي. طاش ما يكذب في ربي، قاعد تفهم فيها بياه. اي 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 كذب في ربي. معناتها شيخ الحجاب معناها برشا فقهاء في الدين اجتهدوا على الحجاب وقالوا مش القصد منه انه المراه تخرج مغطيه، واللي الحجاب معناتها من معناتها مش هذا الموضوع. ربي في القران قال ثم حجاب، قال المراه غطي وروحك. هو قال ما ثماش حجاب في القران، مش مراه تغطي ولا متغطى. قال ما ثماش حجاب في القرآن. هذا كذب الله. قال مش بمعنى الحجاب انها تلبس، معنى انها تغطي روحها كلها المرأة، ما توري شيء من وجهها، مش هذا القصد منه. قال ما ثماش حجاب في القرآن، معناها كذب الله. طيب نتحدي الموضوع اخر يا شيخة. كثيرة. هذه نقطة خسيرة. هذا كذب الله. هو معك الموضوع هذا. هذا مرته تطلق عليه، تطلق منه. تجم تكون مرته مش لابسة حجاب يا شيخرة، تلبس حجاب ولا ما تلبسش، تطلق منه. ونتكلم في شخص وانا. الشيخ نمشي الموضوع آخر زادة كيف كيف، اللي اجتهد فيه، اجتهد في الموضوع هذا زادة الشيخ حمودة، وقال اللي لحظة الشيخ بل نكمل لك سؤال اللي بعد. لا مستوعب وصل مساجك، وصل اللي قلت وصل يا شيخ. لا انت متصورة ان الموضوع اللي نحكي فيه هو عنده حق يجتهد فيه. انا اقول لك هو يكذب في ربي وانت تقول لي اجتهدت.
ماهوش الأول ولا الأخير، الشيوخ الكل والفقهاء في الدين الكل اجتهدوا في الموضوع هذا وفسروا، عندهم تفسيرات أخرى مختلفة على تفسيرك أنت. يا بي يا بي نحكيه فيه هو، نحكيه فيه هو، أي شخص أي شخص هو ولا غير، جيبي لي أي اسم أي واحد رب يقول حاجة وهو يقول لا فقد كذب الله، باهي واللي كذب ربي ماك. أنا يا شيخ تسمح لي باش نقول لك حاجة كهو، أنا ما نراش اللي هما كذبوا الله مثلا، أنا نرى اللي هما اللي هما فسروا تفسير آخر اللي معنى كلمة الحجاب، اللي معنى الحجاب وكاو. يا بيا الحجاب موجود في القرآن ولا لا؟ اي بالطبيعة كما السحر موجود في القرآن، هل القصد منه اللي احنا يلزمنا نأمنوا بالسحر واللي السحر فعلا موجود؟ لا لا علاش مشيت مشيت مثلا اعطيتك مجرد مثل. يا بي انت بارك الله فيك اقررتي بان الحجاب موجود في القران وانت لبستي الحجاب قبل وربي يردك لي. باهي شيخ نكملوا موضوعنا، نمشيو لموضوع اخر خاطر الوقت قاعد يتعدى ونحب نعرف رايك في برشا مواضيع اخرى وتصريحات اخرى. يا بي يا بي يا بي انت بارك الله فيك اقررتي بان الحجاب موجود في القران. أي؟ الحجاب موجود في القرآن، هو قال مش موجود، وهو أنت تسميه شيخ، هو قال مش موجود، قال مش فرض، هو مش قالش مش موجود، أما قال مش فرض، لا قال مش موجود. نرجع للتصريح ونعود نسمع مليح شيخ، خاطر قال هو قال مش فرض، مش فرض، قال مش موجود، قال مش فرض، أي مش فرض، أي مش فرض. ما قالش حتى مش مستحب، ولا أنا في بالي قال مش موجود، معناها كذب الله. لا قال مش فرض، سامحني يا شيخ. كذب الله. بي شيخ نحب ناخذ رأيك شوية في المسلسلات، تبعت شوية، تفرجت شوية مسلسلات. وأنا نتفرج أنا في عالم العار. هاك تحضر له عالم العار يا شيخ. لا أنا تمشي البلاتوات الإعلام العار وتحضر وصوتك يوصل وعندك شعبية كبيرة والناس تحبك الحمد لله نحضر مش نقول كلمة حق. والأعمال اللي تتفرج فيها مش قاعدة تقول في كلمة الحق في الموجود في المجتمع متاعنا؟ أنا نحضر بشروطي ونحضر في بشروطي مش نقول كلمة حق. أي أما تحضر في إعلام العار ما تجيش شيخ. لا نحضر بشروطي باش نقول كلمات حق والله ما نتفرج فيها على ملعبنا. هي معناتها ما تتفرجش في مسلسلات بالكل؟ فلوجة ما تفرجتش فيه؟ والله ما تفرجتش في حلقة. باه معناتها ما نسألوكش على رأيك، معناها خاطر ما تفرجتش. والله وبالله وتالله ما تفرجت في حلقة. به سمعت شو تقال عليه المسلسل ولا ليه؟ سمعت ضوضاء ضوضاء اعتبار اني نتبع في بعض حلقات نقد سياسي هذا تدخل وزير التعليم في لانه تصور فيلمك هذه اللي تسميت عليه وبعد فجاه شيخ باش نعطيك خاطر انت ما تفرجتش، بعد فجاه الناس كل بدلت رايها بعد كي تفرجوا في 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 المسلسل كامل بدلوا رايهم الناس كل. شيخ ما يهمنيش انا، اللي يهمني انه يعني كيفاش المسلسل كيما كاكا يعني وقع تصويره في معهد ثانوي معناها تابع لوزاره التعليم. اي كشف الواقع، كشف الواقع المسلسل يا شيخ. واقعك خير منه يا بيا. نعم؟ واقعك خير منه. عنا واقع مثلا حياة محمد الطاهر بن عاشور، محمد فاضل بن عاشور، عنا الإمام سحنو. عنا مشاكلنا، عنا مشاكلنا يلزمنا نعالجوها في المسلسلات قبل ال 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 يعني فما حاجات هي تفرض روحها اليوم، ما انت كيفاش نحلوا مشاكلنا اذا كان ما نروش مشاكلنا في الدراما يا شيخ.
التعليم حلنا مشاكلنا، عنا حياة صالحين، عنا حياة صالحين، عنا القرآن الكريم حلنا مشاكلنا. عنا القرآن الكريم حلنا مشاكلنا، علاش نزل القرآن؟ نزل القرآن مش حلنا مشاكلنا. إيه واضح. به شيخ بالله عندي سؤال ليك مهم برشا. من عارش تبع في تبعت البطولة مغروم بالكرة ولا ماكش مغروم؟ يا حسر أخي كنت شاب صغير. وقت يكون يا حسر. شيخ الملعبية نراهم بعد كلها كمقابلة كل ترحل كلهم طايحين من التعب ومن الصيام. أنت كان جيت معناتها معناتها كان جيت بيدك القرار معناتها كان جيت مفتي مثلا تقول لهم يفطروا خاطر فما شكون قال كما الشيخ حمودة قال اللي يحس بإرهاق وتعب برشا ومباراة مهمة وكبيرة نجموا يفطروا الملعبية ومن بعد يرجعوا نهارهم ويتصدقوا وكهو. تورجات لي أنت الشيخة هذه تخطفها. مالا شكون باش يجاوبوا؟ شكون باش يجاوبوا؟ نجاوبوا أنا شيخة؟ مو أنت تجاوب. رجعتوها انتوما على العار ذاك يخدموا به موظف يعني هكا قاعد مكلف بمهمة باش يفسد لنا جيل كامل هذاك يا اخي هذاك شيخ هو كموظف هذاك علام العار قاعد يصرف في اطار افساد الجيل و لا الاعلام يعطي الكلمه للناس الكل اللي يحب يتكلم ويعبر يعطي كل واحد عنده وجهه نظر وكل واحد عنده راي وموقف. الاسلام مش وجهه نظر، الاسلام مش وجهه نظر، الاسلام قال الله وقال الرسول. مو كل واحد عنده تفسيره يا شيخ. لا هذاك عايز اقول لك الاعلام في تونس اللي يحب يمشي مع اسمه هذاك نوفل اللي يرضى عليه نوفل واللي يرضى عليه سامي الفهلي هذاك يولي شيخ. اللي شيخ ونوفل والثاني يا شيخ هاك حتحضر فيهم البلاتويت يا شيخ علاش هكايا بربي؟ وانت راضين عليك قناه تونسنا معناتها على ذاك يجيبوا فيك معناها هاك جيت بحذينا وفرحنا بيك وكل معناتها احنا راضيين عليك احنا نستقبلوا الناس الكل الشيوخ الكل والاعلام مفتوح للناس الكل سواسية كل واحد يعطي رايه ونحترم وجهة النظر وتحاليلكم الكل معناتها عادي. ماكش فهمتني ما تحبش تفهمني. اسمعني شيخ قل لي هل يجوز يفطر مثلا ملاعب يتاعب مرهق في شهر الصيام وعنده مباراة مصيرية مهمة أمني حارب في الإرهاب والعسكر في الجبل في شهر رمضان يجوز أنه يفطر ولا لا؟ اسمعني ما تعرف نفس السؤال. اسمعني الكريم بنزمة خذ الكرة الذهبية وكان أنا مش مقتنع بهالمسألة هذي أبي ولا نجم من نجوم كرة القدم ولا ومن أكبر مسجلين أهداف في أكبر فرق كرة عالمية ولا أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما ينجم فما اللي يستحمل وينجم يقاوم وفما اللي ما ينجمش يقولك ما نجمش حس قلبي وجعني نحس بالدوخة ما لا أنا واش تقص عليا باش ما نكملش نجاوب؟ ما خلينا نعطيك رايي يا شيخ بربي خلينا نتفاعلوا معاك. إي ما كنت سألتني علاش تقص عليا باش ما نخليش نكملوا؟ ما أنت تحكي لي على لاعب قادر معناتها بدنه مطاوع. لا ما هو كيف الجواب ماهوش ما يعجبكش. لا ولا لا 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 ولا لا مش الجواب ما عجبنيش برافو لي يعطيه الصحة وربي يتقبل منه. أسمع كريم لاعب معروف ويسو. وسجل 3 أهداف في مقابلة والهدف الرابع هو يعطيه صاحبه بشي سجل وهو صايب. أيوة واضح. والتونس فاشلي يفطروا وفاشلي بل الرياضيين في تونس يطالبوا باش يلا بعد شقان فتر والدولة التونسية البلاد أطلبوا وقت الصيام.
شنو رايك؟ اي في الدولة مو باش نع... اي يلزم يلزم حل وكها، ولكن معناتها اذا كان ما ثماش حل اسمعي يا اخي، الدولة محتاجة بالحمود. انا رجعنا للشيخ حمودة. يا اخي الدولة محتاجة ابن حمودة بالشيخ تيلا. والله يا بي مالا، شكون باش يفتيوها؟ مش يفتي يعطي رايه، هو مش يفتي راه، هو مجرد رأي وكها. مسكينة يا مسكينة، يا أخي الدولة محتاجة من حمودة باش يفتي لها. أوه قداش كم مساكن وقد ما احنا ما حكيناش على الدولة بالكل راهو الشيخ، اش دخل الدولة ومن حمودة يفتي؟ ماني حتى حد ما عنده الحق باش يفتي بار المفتي. شكون يفتي؟ علاش شكون يفتي؟ شيخ خميس الماجري ان شاء الله تجي تجيب حذينا لهنا، وعندنا برشا ما نحكيو يا شيخ، وعيدك مبروك وسنين دائمه، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم. امين. تقبل الله منا ومنكم برحمته من عتقائه من النار. امين. واحفظنا الله اعمارا مديده. امين امين جاه رب العالمين. شكرا لك شيخ خميس الماجي، مرة أخرى عيدك مبروك، مرة أخرى نحب نقول للناس كل يسمع فينا إن شاء الله عيدكم مبروك، سنين دايما كل عام أنتم حيين بألف خير. نحب نشكر ليكيب الكل اللي خدموا معنا تلت شهر رمضان، شامبيون دي موند الجماعة الكل في غاديو إي إف إم كل ليلة كل ليلة، زوز ضيوف مع إيناس ومعايا أنا، مجهود جبار قاموا به الناس الكل، عزة معايا شهر كامل عزة في الإخراج. الكل كل من عاش معناتها نحب نسلم عليهم، نحب نقوم نمشي نبوس ليكيب الكل اللي معايا عاد كان مابي. شكرا شكرا للناس الكل، خدمتوا يعطيكم الصحه. عيدكم مبروك، عيد مبروك الغاديو اي اف ام احلى غاديو، نقول لكم سهريه حلوه ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. اجمل تحيات بايا زردي، باي باي بسلامه.